ورجعنا لكم بعد الفاصل. في الفقرة دي بقى هنتكلم عن أحدث صيحات الميك اب 2021 مع خبيرة التجميل الميك اب ارتست أسماء العجمي. ازيك يا أسماء، عاملة ايه؟ اهلا يا حبيبتي، ازيك يا كريمة، عاملة ايه؟ الأخبار كله الحمد تمام؟ لله، تمام تمام عرفينا الحمد لله. بقى انت ازاي دخلتي المجال بتاع الميك اب ده؟ والله في البداية انا الموهبة من صغري، كنت بعمل على نفسي كده قدام المراية، واخواتي بابا الله يرحمه كان بيشوفني بعمل، قالوا لي لا انت شاطره في الموضوع ده. بقيت اعمل لصحابي شويه، بقيت جيران كده يعني، لحد ما دخلت بقى. يعني دربتي على كل الناس اللي حواليك؟ ايوه هل خدتي كورسات؟ طبعا خدت، واتفرجت كتير على يوتيوبر اجانب ومصريين، بحاول برضو ايه اشوف الجديد وبتعلم برضو من كل اللي حواليا. مين بقى اللي شجعك يعني عشان ان انت يعني تخشي المجال ده؟ الحقيقه يعني اول حد في حياتي بابا الله يرحمه، الله يرحمه، كان شايف الموهبه فيا، فكان بيقول لي انا هفتح لك مكان كبير لما تكبري، الكلام ده وانا صغيره. وبعد كده كل اللي حواليا، اخواتي، جوزي ربنا يخلوه لي، اخواتي الصبيان، اخويا الكبير ساعدني ان انا افتح السنتر بتاعي، كل اللي حواليا، خالي، مرات خالي، كل اللي حواليا بيشجعوني ان انا. ربنا يخليكم لبعض يا الله رب. يخليك حبيبتي. ازاي بتوفقي ما بين الشغل بتاعك كميك اب ارتست وحياتك الخاصه؟ الموضوع صعب جدا، مش عايزه اقول لك. انا عندي 3 ولاد صبيان ربنا بقى، يخليهم لك، يعني الشقاوه كلها. صعبين جدا، فالحمد لله ربنا بيقدرني عشان انا بحب الشغلانه جدا يعني. انا بنسى تعبي وانا شغاله، بحس بقى لما اقعد كده، بس ربنا بيقويني برضه يعني، ماشيه الحمد لله. انت يعني الشغل بتاعك هل بيأثر على حياتك لا ولا لا لا انت منظمه عامله لا، تنظيم الوقت؟ منظمة جدا حياتي ووقتي، وده لي وقت وكل حاجة منظمة الحمد لله. قولي لنا بقى ايه الوان الاي شادو والروج الموضه 2021؟ الاي شادو الالوان كلها متاحة يعني، انا بشتغل في كل الالوان. الاي شادو انت بترسمي العين زي ما انت شايفة لون البشرة، كل دوت بنمشي عليه. الروجات بقى النود طالع موضة جامد يعني، بيليق على كل فعلا. البشرات، الخمريه والبيضه كله، وطبعا الاحمرات الوردي النبيتي، كل الاحمرات موضه خالص، والاحمر ما بيبطلش اصلا، الالوان الجريئه. الجريئه. بس بقى الاحمر طبعا انت عارفه هو عايز بنت جريئه يعني، عايز واحده شخصيتها جريئه عشان تحط. ليه؟ طب ما في بنات كتير ممكن تحط، وممكن مثلا بالليل خروجه بالليل. بس يعني هو بصي الوان صارخه كده، انت عارفه البنات، في بنات بتحب الالوان الهاديه، فعلا. ففي النود بقى بيليق على البنات دي، والاحمر للبنات اللي هي عايزه تحط تبقى ظاهره يبقى يعني، اللون جامد اللوك شويه. قوي. ايه بقى رسمات الايلاينر اللي طالعه موضه؟ بصي هو الايلاينر موضه على طول يعني، ما بيبطلش، وبيليق على كل العيون، انواع العيون كلها، المبطنه، الجحزه، المدوره، كله. بس كل عين ولها طريقه في الرسم. عرفينا بقى. الجحزه احنا لازم بيبقى ابدا اول حاجه لازم نعرفها ان احنا نبدا من خط الرمش من تحت، من يعني لازم نبدا من خط الرمش من تحت ونطلع، نطلع لفوق وبعدين نخش بيه اللي على العين اللي جوه. ما نغمضش عينينا نهائيا واحنا بنرسم الايلاينر، لازم عينينا تبقى مفتوحه. اي واحده بتحط لنفسها لازم عينها تبقى مفتوحه وهي ايه. ده اللوك معايا انا كنت عاملاه، الموديل بتاعتي روان، ده لوك سيمبل قوي سيمبل قوي، جدا، وعاجب جميل بنات جدا. كتير، عاجب بنات كتير جدا. وفعلا بيليق يعني على بنات كتير. يعتبر النود، الالوان النود، ومفيش ايلاينر فيه، هو كنا مركبين رموش سيمبل خالص فيه. بس والاي شادو لون واحد فوق العين، الحواجب شيمر. الشمال لا ما حطيتش الشمال، انا حطيت هايلايتر، اعتمدت على الهايلايتر. بس مش جليتر، مفيش حاجه لا بتلمع مفيش في جليتر العين. خالص. الشادو مط مط. الشادو مط، وده جميل قوي، وده برضو سيمبل. هي الموديل بتاعتي بتحب الالوان بتحب اللوكات الهاديه. الهاديه، من البنات اللي بتحب اللوكات الهاديه. هي كمان بس جميله انا ما شاء اعتمدت الله. على ده، ما فيش رموش خالص، اعتمدت على لون الروج يبقى قوي شويه يعني، بين القوي قوي والوسط، اعتمدت على كده. وده يعتبر كنت عاملاه للبنات اللي عايزه تخرج بالنهار يعني، اللوك ده بالظبط. معمول لوك للبنات. الصبح. ايوه بالظبط كده، معمول للبنات اللي ايه. ده طبعا كنت تبقى عاملاه عروسة. لوك عروسه. و دي انتي، لا انتي شبهك والله لا، جدا. الموديل اللي معايا اختي، عشان كده شبهك. بس مش انا. اللوك ده بقى ده سموكي، جريء. سموكي قوي. مش عايزه اقول لك ان الموديل بتاعتي برضو كانت بتحب الالوان الهاديه،
بس لما عملت لها اللوك كده عجبها جدا، هو جميل جدا يعني مش عايزه اقول لك فرحت بيه قوي. واللون ده مش بيليق على اي حد، الكحلي ده مش لا بيليق على اي بس حد. هو تحفه يعني، مش عايزه اقول لك اللوك ده من احلى جميل اللوكات اللي انا جميل ما عملتها. شاء الله. واللوك ده بقى ايه؟ اللوك هادي ده برضه. بنانيتي بقى يعني اولى جامعه كده يعني، البنوته معايا صغيره شويه لو في مناسبه ممكن تحطه على ان على هو قد هادي سنها. وجميل. ايوه على قد سنها نفس دي اللوك. لا صورة. عجبني جدا، عجبني واحنا قوي، هو من اجمد اللوكات اللي انا عملتها الصراحة. حلو قوي، جريء فعلا. والبشرة معايا خمرية تحفة. ده اسود في ايه؟ هو انا كحلي في اسود من في فوق صح، بني بني كمان. السموكي بندمج كذا لون في بعض، ولازم وانا بعمل لوك سموكي لازم لازم ابقى عندي صبر يعني، لازم ادمج بصبر عشان اللوك يطلع زي ما انت شايفة كده، ايه نقي وحلو والالوان داخلة في بعضها. لا جميل، جميل جدا يعني، ما شاء الله، حلو قوي قوي، عجبني قوي. دي انا بقى دي انتي. دي انا بقى كنت عامله لوك كده على نفسي. حلو انا قوي. طبعا عيني مبطنه صغيره، فانا حبيت اعمل بقى ايه، اوسع العين توسعيها. يعني. انا شايفه في لون كده طالع من تحت كده. ايوه احنا انا موسعه العين، زاويه العين من تحت موسعاها عشان العين تبان اكبر. عشان ايوه تبان اكبر. جميله في ناس جدا. كتير ما عرفتنيش في الصوره دي عشان عينيا انا عشان انا عرفتك. مكبره العين فيها. جميل خالص. واللوك ده بقى لوك سهره في الشادو رايق بتاعنا قوي. شيمر. انا شايفه ان اللوكات الهاديه انتي بتستخدمي تقريبا نفس اللون. انا بحب كان الموضه بقى زي ما قلت لك النودات، فانا كنت شغاله على الالوان النود، وكمان نعمل الالوان الشيمر والجليتر يعني فاهمه. هو من في ارقى الالوانات الصراحه، ايوه جميل جدا. ده احمر بقى، ده روج بقى احمر اهو بقى. الشغل كله في الشفايف يعني. احنا اللوك بتاعنا هنا لوك سهر ده برضو، بس بقى ايه اللي مستخدمين بس فيه الروج، مخلينه ايه هو الظاهر اللوك اكتر يعني، مخلين اللاين سيمبل والروج بس هو ايه هو اللي ظاهر هو الوش اللي ياخد اكتر. العين. حلو قوي. دي عروسة هنا بقى في اللوك دوت انا مستخدمه يعني، هي بسيطة بشرتها قوي. فاتحه غمقتها يعني، حبيت اغمقها، هي وشها مدور يعني، انا الصور قبل مش موجوده مع للاسف، وشها مدور هي، فانا حاولت اسحب الوش بالكونتور وصغرت الوش شويه زي ما انت شايفه كده وسحبته لتحت. عشان يعني عشان ايه سحبتيه لتحت؟ يبقى بيبان الوش طويل شويه، نطول الوش يعني. في هي بنات اللي طلبت. ايوه هي كانت حابه تعمل لوك كده عشان انا عامله عليها لوكات قبل كده، فحبيت ان المره دي اغير يعني. ده بقى جميلة قوي، سحبة الايلاينر الرفيعة دي، ايوه حلوة هي قوي. عينيها ما شاء الله من العين الواسعه، فبيليق عليها تقدري تعملي فيها شغل فوق العين. وسحبه الايلاينر زي ما انت عايزه يعني، سحبه القطه دي، رسمه القطه دي هي اصلا تعتبر كانت موضه. لا حلوة جدا جدا ما شاء الله، يعني شغلك كله جميل حبيبي جدا ما شاء الله. خلي خلي انتي بقى بتحبي تستخدمي ايه اكتر في اللوكات، في الاي شادو يعني، الشيمر ولا الجليتر؟ بصي هو كله ليه استخداماته يعني، كله ليه استخداماته. وفي بنات ما بتحبش تحط الجليتر قوي، فبترجح المط، الالوان المط او الشيمر الهادي. الجليتر طالع موضه جامد قوي، وبقى حلو فعلا. قوي مع العرايس، بيبقى تحفه مع العرايس. انا يعني بستخدمه للعرايس بس، برضو في بنات بحترم رايها لو مش حابه يعني يبقى في شغل جامد فوق العين، بستبعد الجليتر وبالاي شادو بس يعني. بس كله ليه شغل، ليه استخداماته يعني، اكيد طبعا، كله اكيد. وكل بستخدمه. حاجه ليها وقتها ايوه في صح كده. اللوكات ايوه بتاعتها. انت قلتي لي لما كانت البنوته وشها مدور انت ايوه حبيتي انك تسحبيه بالكونتور. ايوه عرفينا ايه الفرق ما بين الكونتور والبرونزر؟ بصي هو الكونتور احنا بنبرز، بنستخدمه الالوان الغامقه بنبرز بيها الاماكن الغامقه، بنداري بيها الاماكن اللي احنا عايزين نداريها. والفاتح من الكونتور بنبرز بيه الاماكن اللي عايزين نظهرها يعني، زي ما انا قلت لك وشها مدور، فانا استخدمت الغامق على الخدود هنا عشان خاطر ايه اداريه يعني، اداري الخدود شويه. والبرونزر بقى احنا ايه زي اسمه كده يعني، بناخد تان، بناخد لون برونزي كده للبشره كلها يعني، انت من غير ما تتعرضي للشمس. هو ايه لو عايزه نغمق، انا برضو مستخدماها في اللوك دوت البرونزر اللي هو اللي على الوجه كله، بحيث نغمق شويه الوش. يعني ده الفرق. في ناس كتير اصلا ما بتعرفش ايه الفرق ما بينهم. لا هو ده الفرق بينهم، البرونزر بيدي لون شويه القمحي للبشره لو انا بشرتي فاتحه وعايزه اديها لون تاني. لو انا عايزه افتح ما بحطوش.
احنا بقى معانا النهارده موديل جميله، عايزين نناقش اللوك بوسي ده بقى. معانا بوسي. قولهولنا. بوسي، ازيك يا بوسي؟ بصي انا عامله لها لوك سموكي برضو، اللون الاحمر زي ما انا قلت لك قبل كده اللي هو موضه، فاحنا حبينا نعمله، وبرضو مستخدمه الوان قويه فوق العين. شمر، عرفيني بقى لو تغمضي كده عينك نشوف غمضي الالوان. دمجه كذا لون في بعض، البني والبنيات والاسود. ممكن تبصي للكاميرا كده عشان اللوك يظهر اكتر. حاطين، احنا مستخدمين الوان البنيات، عامله لوك سموكي بس على بني مش على اسود. وحاطه كده في الجفن المتحرك لون شيمر فاتح بحيث يوسع معانا العين، عشان هي عينيها برضو مبطنه صغيره شويه. مبطنه، اللي مبطنه بتبقى الجفن نازل شويه على الجفن المتحرك. ورسمه الايلاينر، والايلاينر برضو سحباه لفوق، سحبه عينيها لفوق شويه. وطبعا العين المبطنه ليها استخدام ايلاينر معين، لازم العين تبقى مفتوحه وانا بحط الايلاينر، لان لو انا عملته وهي مغمضه كده هيطلع مقطع معايا، فانا لازم وهي مفتحه ارسمه. هي فاتحه بالذات العين المبطنه. بالنسبه للكحل، هي العيون المبطنه انا ملاحظه ان انت حاطه كحل بيج او ابيض. بيج؟ لا بيج، البيج بيبقى اقوى واشيك. يعني الابيض لا، الاسود ليه ما حطيتيش اسود مثلا؟ لا اسود، هي انا عايزه اوسع عينيها شويه. يعني الاسود بيبقى للعين الجاحظه حلو جدا، العين القويه دي بتبقى حلو جدا، لكن هي عينيها فيها مبطنه شويه، فانا عايزه اوسع، ما ينفعش احط فيها كحل من جوه اسود. لا بيج لا ما احطش، يعني ممكن ما احطش كمان بيج. لا جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. قولي لنا بقى انت ايه حلمك كده، يعني ايه اللي انت حابه تعمليه؟ انا حلمي في حاجات كتير قولي لنا عليها. نفسي ابقى اسمي علامه في مجال التجميل، يعني ابقى معروفه واسمي معروف ولي بصمه في عالم التجميل ان شاء الله. ان شاء الله باذن شاء الله. الله تكوني من اشهر الميك اب ارتست في مصر والوطن العربي باذن الله. الله يخليك يا كوكي. احنا بنشكرك على وجودك معانا، فتينا بكل النصايح اللي انت قلتيها. الله يخليك. وعامله لنا لوك جميل ما شاء مرسي. الله حلو جدا. هل في مثلا قبل ما نختم كده سريعا نصيحه حابه توجهيها للبنات؟ انا بحب انصح كل عروسه لو في عرايس داخله على مقبله على الجواز تهتم ببشرتها جدا، اهتم بصحتي الاول، شرب الميه، واهتم بنضارتي، يعني انام كويس عشان بشرتي تبقى باين عليها ان هي مش مجهده لو انا بسهر. روتين البشره لازم، مهم جدا اهتم ببشرتي، لازم اعملها روتين، لازم الغسول بتاعي اليومي، لازم التونيك عشان او التونر عشان نقفل المسام، لازم الكريم الليلي، مهم جدا الكريم الليلي للترطيب عشان اقوم بشرتي صافيه ومترطبه، لو عايزه احط ميك اب يبقى صافي. بس والستان بلوك. يعني بشكرك وبجد مرسي مرسي يعني حبيبتي. فرحانه مرسي. جدا بيكي ومبسوطه ما شاء الله عليكي وعلى شغلك جميل جدا. ربنا يخليكي حبيبتي. بكده تكون خلصت النهارده الحلقه بتاعتنا، ونتقابل الحلقه الجايه باذن الله. مع السلامه.